بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة إن شاء الله سهلة وجميلة وليها أبلايد حلو قوي، هينفعكم إن شاء الله لما تروحوا جراحة. الفينز أند لمفاتيك درينج أوف ذا لور لمب. إن شاء الله مش هياخد مننا نص ساعة لأنه موضوع سهل وهو تجميعة أنتوا خدتوها قبل كده. طيب إحنا عندنا الفينز في مجموعة منها فوق الديب فاشيا وبنسميها سوبرفيشال فينز، وفي مجموعة تحت الديب فاشيا اوف ذا لور ليمب وبنسميها الديب فينز. من السوبرفيشال فينز الكتيرة اللي ربنا خلقها لنا، في واحد فيهم ثابت في مكانه وموجود فينا كلنا، والفاريشن فيه تقريبا قليلة جدا جدا، اسمه جريت سافينس فين، وفي بعض الكتب بتسميه لونج سافينس فين. ادي عندنا الجريت سافينس فين بيبتدي من الدورسال فينس ارش اللي موجود في الفوت، بيبتدي على اللاترال اسبكت يطلع الجريت سافينس فين. يطلع فين يا ترى بقى، ورا الميديال مالولس ولا قدام الميديال مالولس؟ هو بيختار انه يطلع قدام الميديال مالولس، زين على الميديال سايد اوف ذا ليج، وبعد كده بيروح للباك. يمكن الظل بتاعه باين هنا نير الني جوينت، اون ذا باك اوف ذا ني جوينت. بعد كده على الانتروميديال اسبكت اوف ذا ساي، وبعد كده بيدخل من فتحه الفاشيالاتا علشان خاطر يصب في فين موجود تحت الفاشيالاتا واسمه الفيمورال فين. ده الجريت سافينس فين، شايفين طوله قد ايه؟ قلنا بيتصل بالفيمورال فين عن طريق السافينس اوبننج هنا، وطبعا السافينس اوبننج ليها سيرفس اناتومي محترم 4 سنتيمتر بلو البيوبيك تيوبريكل ننزل، وبعدين نروح لاترالي 4 سنتيمتر كمان. ادي السافينس اوبننج قدامنا يا اولاد، وادي نوع تاني من الفاشيا بيغطيها، وزي ما انتم شايفين مخرم بالمنظر ده، فبنسميها كريبري فورم فاشيا. طيب في انظر بقى سوبرفيشال فين موجود في السوبرفيشال فاشيا او فوق الديب فاشيا اوف ذا ليج، اسمه شورت سافينس فين، وطبعا ده بيبتدي من على اللاترال سايد اوف دورسال فينس ارش، وبيختار ان يمشي ورا اللاترال مالولس واسند ابورد، وتقريبا في منتصف الرجل بيبتدي يخرم الديب فاشيا ويمشي لحد ما يوصل للبوبليتيال اريا او البوبليتيال فوسا عشان يلتحق ويصب في فين من الديب جروب اللي هو خدته قبل كده في محاضرة البوبليتيال فوسا، اسمه بوبليتيال فين. الحقيقة ان الشورت سافينس ده اكمبانيت بنيرف مهم جدا اسمه شورال نيرف، انما اللونج سافينس اكمبانيت بنيرف اسمه سافينس نيرف. ويمكن كلمة سافينس باللغة العربية معناها الصافي او الواضح، تمام؟ طيب من الديب بقى فينز اللي احنا عندنا في المنهج بتاعنا الفيمورال فين. الفيمورال فين ده الحقيقة ليه تريبل ريليشن مهمة جدا مع الفيمورال ارتري. يعني مثلا هنا في الصورة اللي على الشمال في عندنا دي الفيمورال تريانجل، والفيمورال فين موجود ميديالي تو ذا فيمورال ارتري. طيب عند الايبكس تحت خالص اوف الفيمورال تريانجل اختفى عشان راح في الادكتور كانال. طب في الصورة اللي على اليمين احنا شلنا السارتوريوس مصل عشان نوضح الفين والارتري وهم في السبسارتوريال كانال او في الادكتور كانال، ومع ذلك الفين ما ظهرش لانه اتجه بوستيريور للارتري، عشان كده مختفي تماما في الادكتور كانيل. لو رحنا بعد كده للصورة دي، وطبعا هنا عندنا دي الادكتور هايتس زي ما احنا شايفين، الفين ساعتها هيبقى موجود on the lateral side والارتري on the medial side، تمام؟ يبقى هو كان في الاول خالص فوق ميديال، وبعد كده في السبسارتوريال كانال بقى بوستيريور مش شايفينه، وبعد كده ابتدى يتاخر ويجي على اللاترال سايد.
هنا لما وصلوا البوبريتيال فوستا، هنا الجنب ده لاترال والجنب ده ميديال. طبعا ادي عضلة مشاور لنا على عضلة البايسبس فيموريس، اهي موجودة لاترال، ده لاترال سايد وده ميديال سايد، جميل. وادي عندنا الفين موجود on the lateral side of the artery، وبعد كده في اللور بارت حصل الكروسنج اهو باللون الاصفر موجود on the artery to be medial again. طب حاجة عجيبة جدا، الفين عمال يترقص حوالين الارتري، مرة كان في الفيمورال تريانجل ميديال، وبعد كده بقى بوستيريور في الادكتور، وعند الادكتور كانال بقى او الهيتس بقى لاترال، وفي البوبليتيا الفوسة كان لاترال وتحت خالص بقى ميديال. ليه يا ترى ده؟ ليه يا ربنا عمل كده؟ عشان ازود السيرفس اريا او اللينس بتاعه. وعلشان حاجة مهمة بقى جدا، البلسيشن بتاع الارتري ده يدفع الدم اللي موجود في الفينز ويسهل من عملية الفينوس ريتيرن، ودي حاجة طبعا من ربنا. طبعا انتوا عارفين ان السوبرفيشال فينز موجودة فوق الديب فاشيا، ما عندهاش اي سبورت، انما الديب فينز موجودة زي ما انتوا شايفين متحوط بعضلات. العضلات دي وظيفتها لما تيجي تعمل كونتراكشن تقوم محركة الدم في الفينز، فتمنع خالص مسألة الاستيزيس او الاستجنيشن. عشان كده صعب جدا في الديب فينز نلاقي في حاجة اسمها فاريكوز فين، علشان نشاط العضلات المستمرة. انما الفاريكوز فين او دوالي الفينز بتظهر في السوبرفيشيال فينز زي ما هنشوف بعد شوية. طيب ده سيناريو كده عايزين نقراه سوا ونفهمه. بيقول لي انه في old man عنده 76 year old had coronary bypass surgery، عملية استبدال في شرايين التاجية بتاعته. طبعا تعرفين انها بتيجي في old age. which is a small saphenous vein was harvested to establish coronary blood flow. استخدم فيها الجراح اللي small saphenous vein. طبعا خدوا منين؟ عنده مكان ثابت behind the lateral malleolus، خدوا منها وزرعوا في الهارت. طبعا ده كلام قديم، الكلام الحديث دلوقتي ان احنا بناخد فينز من حوالين الهارت نفسه، زي مثلا الثوراسيك فين، انترنال ثوراسيك فين، وهكذا، ما بنروحش مكان بعيد، ده كلام قديم. المهم نخدنا الشورت سافينوس فين، جه العيان بعد كده بعد العملية اشتكى من باراسيزيا في الحتة المتوضحة قدامكم في الصورة اهي. طيب بيقول لي ايه النيرف اللي ممكن يكون اتدمر او اتقطع او اتبهدل لما شلت السمول سافينوس فين، وجايب لنا اختيارات طبعا اوف كورس من غير حتى ما نبص على الصورة ولا نكمل السيناريو، هو شورال نيرف، لانه accompanied الشورت سافينوس فين behind the lateral nerve. هننتقل لموضوع تاني خالص دلوقتي اللي هو الليمف اوف ذا لور ليمب. طبعا انتوا عارفين يا اولاد ان التيشو بعد ما بيحصل فيه عمليه التمثيل الغذائي، الوست برودكت بقى اللي بيطلع ده بيتنقل بالفينوس سيستم هوب على الهارت. انما في ويست برودكت تقيل زي لارج بروتين، مولوكيول، فات، ممكن تكون مثلا بكتيريا، ممكن تكون مالجنانت سيلز والعياذ بالله، الحاجات دي بقى بتشيلها لينف كابيلاريز، مش الكابيلاريز البلاد كابيلاريز العادية بتاعتنا. طب لما تشيلها بتوديها فين؟ بتشيلها لينفاتيك فيسلز عادية. طب برضو هتروح فيها فين؟ هتروح فيها لمحطات تنقية اسمها لينف نود. الليمف نود دي عشان تخشها الليمفاتيك فيسلز بتخشها على هيئه افرنت، تطلع منها على هيئه افرنت. طب لما تطلع منها تروح فين؟ احتمال تروح لينف نود ثانيه زياده تنقيه وتلقيح. طب لما تروح لينف نود ثانيه تبقى الافرنت اللي طالعه من الليمف نود الاولانيه تعتبر افرنت للليمف نود اللي بعدها.
طيب من الليمف نودز اللي بتستقبل الليمف اللي جاي لنا من اللور ليمب بتاعنا اسمها انجواينال ليمف نود نسبة للانجواينال ريجون ده. في منها والله فوق السوبرفيش في السوبرفيشال فاشيا يعني فوق الديب فاشيا، ودي اكيد بتستقبل الليمف اللي جاي من السكن والحاجات السوبرفيشال. طب بتودي بعد كده الليمف بتاعها على فين؟ على ديب ليمف نودز موجوده تحت الديب فاشيا، تمام. طيب من السوبرفيشال انجوينال ليمف نود موجوده على حرف التي ليها هوريزونتال ليمب ارينجد اراوند ذا انجوينال ليجمنت، في حبه منهم ميديالي اهم اللي عليهم السهم ده اصفر، وفي حبة منهم موجودة لاترالي اللي عليهم السهم الأحمر، وفي حبة منهم موجودين vertical limb around the great saphenous vein ودول اللي عليهم السهم الأزرق أو الأسود أهو. يبقى أنا دلوقتي عندي ميديال جروب السهم الأصفر، لاترال جروب السهم الأحمر، وفي فيرتيكال جروب. طيب الإفرنت بقى اللي بتطلع من دول بتخش من السافينس أوبنينج دي وتروح للينف نود تانية خالص موجودة on the medial aspect هنا على الفيمورال فين اللي حواليها السهم الأسود ده، المفروض في لينف نود هنا كده سودا اهي بتستقبل الافرنت اللي جايه من السوبرفيشال جروب واسمها وحوالي عددها 3 واسمها ديب انجوينال لينف نود. طب يا ترى تودي بقى اللينف بتاعها على فين؟ تطلع الافرنت بتاعها تمشي حوالين الفيمورال فين، حوالين الفيمورال فين لفوق السهم الاحمر ده. الفيمورال فين لما بيكمل لفوق بيكمل على هيئه اكسترنال ايلياك فين، وحواليه طبعا لينف نود موجوده فوق في الابدومن بتطلع منها الافرنت من اللينف نود السودا دي اللي هي بنسميها ديب انجوينال لينف نود، وتروح لللينف نود الحمراء اللي فوق دي اللي هي بنسميها اكسترنال ايلياك لينف نود. معنى كده لو واحد عنده جرح مثلا في رجليه، لو انت سوبرفيشال في الجلد هيروح للسوبرفيشال انجوينال لينف نود، لو من الحاجات اللي ديب من الماسلز بقى والبون مثلا هتروح للديب انجوينال لينف نود، تمام. وده عندي سيناريو تاني نفكر فيه كده، فارمر صغير عنده 32 year cuts the medial aspect of his mid thigh when climbing over a barbed wire fence اللي هي الأسلاك الشائكة through he bandaged the wound ربط الجرح بتاعه، بس بعد 5 أيام راح للإمرجنسي روم with infected wound وعنده فيفر عالية وليمفادينيتس. بيقول لك اذا عرفت مكان الجرح اللي هو الميدثاي قول لنا لينف نود بقى مين يا بطل هيحصل لها انفكتد او درين الانفكتد ووند. عندنا في بوبليتيال واكسترنال ايلياك وديب انجوينال وفيرتيكال جروب اوف سوبرفيشال انجوينال، الحقيقه كلهم ينفعوا بس هو ده جلد يعني حاجه سطحيه. طيب اول محطه هيروح لها فين؟ سوبرفيشال انجوينال لينف نود، وبعدين تودي على الديب، وبعد كده الديب تودي على الاكسترنال، صح؟ لكن اول محطه عندنا هي السوبرفيشال انجوينال لينف نود، يبقى كلهم ينفعوا ما عدا البوبليتيال. طب خلونا نشوف الفيديو ده بيوريني الفينز بتاعه اللور ليمب. طبعا احنا عندنا سوبرفيشال وديب فينز يا ولاد، في وصله ما بينهم اسمها كوميونيكيتنج فينز. الحقيقه ان الديب فينز من النادر ان يحصل فيها ديب فين ثرومبوزس لانها مدفونه جوه ماسلز، الماسلز على طول اكتف بتتحرك. شايفين الكوميونيكيتنج اللي موجوده ما بين السوبرفيشال فينز والديب فينز؟ اللبني الفاتح هو السوبرفيشال،
واللبن الغامق هي الديب فينز، وفي وصلات بتوصل ما بينهم هما الاتنين. احنا لما بنيجي ندي ابرة او حاجة او بنسحب عينة بنسحبها احسن من السوبرفيشال فينز، علشان الديب فينز ممكن نعوره ويؤدي الى البلمونري امبوليزم. شايفين ده فين مدفون جوه عضلة، مع انقباض العضلة الدم بيطلع من الصمام اللي بيسمح بمرور الدم في اتجاه واحد ولا يسمح بارتداده الا لو كان الصمام ده هيبوظ بعد كده، فبيؤدي الى حالة فاريكوز فين. الفاريكوز فين من النادر ان احنا نشوفها في الديب فينز. هو بيسمح بانه الدم يعدي في اتجاه واحد ولا يسمح بالاتجاه الاخر. شايفين باظ بقى، هيبتدي يرتد الدم والفينز دي تبقى تورشوس ودايليتد وتدي المنظر المزعج اللي احنا بنقول عليه. بيرتد الدم زي ما انا بقول لكم، والكونديشن اسمها فاريكوز فين. تبتدي الفينز تدلدل على نفسها وتدي الفاريكوستي اللي قدامكم. شايفين هنا الفاريكوز فين دي تورشوس دايليتد فينز، وده نتيجة ان كل الفينز اللي ربنا خلقها لنا فيها صمامات بتسمح بالدم انه يعدي وما بتسمحش برجوعه مرة تانية. الصمامات دي بتبوظ في الناس الشقيانة اللي واقفة على رجليها مدة طويلة، زي دكتور الأسنان، شرطي المرور، الجراحين في العمليات الطويلة. طبعا الصمامات لما تبوظ، والفينز دي ما هي سبورتد بماسلز، دي موجودة في السوبرفيشال فاشيا على طول، الدم بيبتدي يرجع، وطبعا الفينز يعني فيها بداية ونهاية ثابتة، فبالتالي هتبقى تورشوس ودايليتد وتدينا المنظر المزعج جدا. طبعا الجريت سافينوس فين يا ولاد، يمكن لو راح عيان لدكتور بالمنظر ده بيأجله على قد ما يقدر العملية، فلربما نحتاج الجريت سافينوس فين ده زي ما انا قلتلكم في عملية البايباس بتاعة الشرايين التاجية. طبعا ليه أهمية أخرى، انه موجود في مكان ثابت فينا كلنا in front of الميديال مالفس، يعني ممكن الجراح عند السهم ده بيفتح فتحة صغيرة حوالي ربع سنتي، بيفتح عليه ويدخل فيه كانيولا في حالات السيركولاتوري شوك. عارفين حالات الحروق بيبقى فيها نسبة فقد للسوائل شديدة جدا جدا، لازم انقذ العيان بتاعي ده بأي وسيلة بكمية فلويد مش طبيعية. طيب انا جاية ادخل الابرة في اي فين عنده، بدخلها في الانتيريور وول تطلع من البوستيريور وول، ما عندهوش فينز، الفينز بتاعته كلها كولابسد في حالة شوك، ساعتها بلجأ للفين ده العظيم بتاعنا الجريت سافينوس فين. بعمل حاجة اسمها فينوس كات، فينوس كات ده بقطع في مكانه علشان ربنا خلقهولي في مكان ثابت ومحدد فينا كلنا، ساعتها بقطع بالمشرط وبوسع بالفورسيبس بتاعي وبدخل الكانيولا في المكان ده اللي متعلم عليه بالعلامة الحمراء علشان ادي للعيان سوائل. طبعا لو فشل ومعرفتش برضو، طبعا بستدعي بقى بتوع العناية المركزة يدخلولي في الفينز بتاعة الرقبة وكده، الانترنال جوجولار فين وما الى ذلك. اتمنى ان انا اكون في التوكو. المحاضرة مهمة جدا علشان خاطر الفينوس سيستم ده مهم جدا. ياريت تتفرجوا على الفيديوهات، في فيديو بنراجع لك فيها الفينز تاني من اول وجديد، زي ما قلتلكوا التكرار يعلم الشطار، وفي فيديو تاني بقى بيوريك ازاي لما الصمامات تبوظ بتاعة الفين. طبعا زي ما انتوا عارفين ان كل الفينز عندهم صمامات اكسبت الانفيريور فينا كيفا، الصمام بتاعه مش موجود او رودمنتري تقريبا. في حاجة بس عايزة انبهها، كل الليمفاتكس بتاعت اللور او الابر ليمب والهيد والنيك بتبقى ماشية مع الفينز.
طبعا الباقي مين بقى؟ الثوركس والابدومن، بتلاقوا الليمف نود ماشيه مع الارترز او حوالين الارترز، وده الاكسبشن الوحيد. تمام، بالتوفيق ان شاء الله، وشكرا. كانت معاكم دكتوره رشا ربيع. This is Peter from Anatomy Zone, and in this tutorial I'll be providing you with an overview of the venous drainage of the lower limb. The venous drainage of the lower limb consists of a superficial and a deep system. The superficial system is located in the subcutaneous tissue, whereas the deep system is located in the deep fascia of the lower limb. The veins of the deep system accompany the vessels of the arterial system, and they follow a similar naming structure. So if you have a good grasp of the arterial system, you'll be familiar with the names of the deep system of veins in the lower limb. Ultimately, the veins of the superficial system drain to the deep venous system. We'll begin this tutorial by looking at the deep system of veins, and we'll start distally. Beginning in the foot, what we're looking at here is an anterior view of the foot, and we can see both the venous system and arterial system included on this model. In light blue you can see this vein which accompanies the arcuate artery, and this drains into the vein which accompanies the dorsalis pedis artery, which you can see in green. These deep veins of the foot then drain into the anterior tibial veins, which you can see in the purple colour. If I rotate the model so we can look at the plantar surface of the foot, you can see that there's these veins accompanying the deep plantar arterial arch. So this is the deep plantar venous arch, and just like the arterial system with the medial and lateral plantar arteries, we've also got medial and lateral plantar veins. In green we've got the lateral plantar vein, and in the light blue colour we've got the medial plantar veins accompanying the medial plantar artery. These plantar veins then drain into the posterior tibial vein, which you can see runs just behind the medial malleolus and accompanies the posterior tibial artery. I've just brought the model up, so we're now looking at a posterior view of the leg just inferior to the knee joint, and you can see the posterior tibial vein in light blue colour draining into the popliteal vein. And if I rotate the model anteriorly, you can see the anterior tibial veins, which I highlighted in the purple colour, draining into the popliteal vein, so it passes from this anterior compartment to the posterior compartment and drains into the popliteal vein. Also on this model you can see this vein highlighted in the green colour. This vein accompanies the fibular artery and is known as the fibular vein, and this vein drains the lateral compartment of the leg. Now if we follow the course of the popliteal vein, we can see that it follows the course of the popliteal artery, and it passes through the adductor hiatus of the adductor magnus muscle, and it passes from the posterior compartment into the anterior compartment of the thigh. After passing through the hiatus into the anterior compartment, it is then known as the femoral vein. If we follow the femoral vein up proximally, we can see that it receives this tributary, which is the deep vein of the thigh, or the profunda femoris vein. And this vein accompanies the profunda femoris artery. You can also see some other branches which drain into the profunda femoris, and these veins accompany the lateral and medial femoral circumflex arteries. Just like the perforating arteries of the profunda femoris artery, there are also perforating veins which drain into the deep vein of the thigh. If we follow the femoral vein up, even further proximally, we can see that it passes underneath the inguinal ligament. After it passes underneath this ligament, it becomes known as the external iliac vein. The external iliac vein then joins the internal iliac vein to become the common iliac vein. The left and right common iliac veins then unite to form the inferior vena cava. So you may have heard of a DVT, which stands for deep vein thrombosis.
So this is the formation of a clot in the deep system of veins which I've just described. And if this clot is dislodged, it can pass into the right side of the heart through the pathways that I've just shown you. So from the deep veins of the leg into the deep veins of the thigh, and then through the iliac system into the inferior vena cava and then into the right side of the heart. From the right side of the heart, it can then pass into the pulmonary circulation, resulting in a pulmonary infarct. So this is known as a pulmonary embolus. Now moving on to the superficial venous system. This essentially consists of two veins. You've got the small saphenous vein and the great saphenous vein. The great saphenous vein you can see here highlighted in light blue, and it runs along the entire length of the leg and the thigh. The small saphenous vein, on the other hand, runs posteriorly up the leg, and it's highlighted here in the green colour. I've just moved the model distally and we're taking a look at the dorsal aspect of the foot. Here we have the dorsal venous arch, which drains the dorsal aspect of the foot, and on the plantar aspect of the foot is a venous network which drains the plantar structures. Coming back to the dorsal view, if we just rotate around to a lateral view, we can see the small saphenous vein arising from the lateral aspect of the dorsal venous arch and passing behind the lateral malleolus to ascend the leg. The small saphenous vein then ascends posteriorly up the leg to the level of the knee, and it then drains into the popliteal vein behind the knee joint. I've just removed the structure so that you can see the small saphenous vein draining into the popliteal vein, and this is a point where the superficial venous system meets the deep venous system. Coming back distally to the foot and taking a look at the medial aspect of the dorsal venous arch, we can see the great saphenous vein given off. You can see that the great saphenous vein passes in front of the medial malleolus, and then it runs along the medial aspect of the leg along the entire length of the lower limb. It then drains into the deep venous system by draining into the femoral vein, which we took a look at before. In addition to these two major veins, the small and great saphenous vein, you also have perforating veins. These are small little veins which pass directly from the superficial venous system to the deep venous system. So the deep venous system is actually at a higher pressure to the superficial venous system. So in order to prevent the backflow of blood from the deep to the superficial system, there are valves at these junctions between the saphenous vein and the deep system. So where the great saphenous vein drains into the femoral vein, you have a valve which prevents that higher pressure blood flowing back into the superficial system. And likewise, at the popliteal vein, where the small saphenous vein drains into the popliteal, you have a valve to prevent the backflow of blood into the superficial small saphenous vein. So if these valves become incompetent, the superficial veins dilate up and then take on this tortuous appearance because of this backflow of high pressure blood. This appearance is what is referred to as a varicose vein. So that's an overview of the venous system of the lower limb.